السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناتنا المبرمج المحترف لتعليم لغات البرمجة. احنا عملنا كورس في لغة البايثون، وهذا بناء عن طلبات الجميع. ما هي لغة البايثون؟ هي لغة عالية المستوى بيتم استخدامها في صناعة البرامج والتطبيقات. هي لغة كروس بلاتفورم، يعني اللغة بيتم من خلالها صناعة تطبيقات سطح مكتب أو ويب أو اي او اس أو اندرويد او خلافها يعني. وهي رؤية اللغة بتتمركز جدا في صناعة النظام الغباء الصناعي، عفوا في الذكاء الصناعي، وهي بتسهل على المستخدم في صناعة التطبيقات التي تهتم في صناعة الذكاء الصناعي. الكورس ده كبير جدا شوية، فمش كبير قوي يعني، حنبرح حلقات. دي الحلقة الاولى هنتعلم فيها ازاي نسطب اسمه ده البايثون، اسمها باي شارم، الايديتور بتاعها اسمها باي شارم، من خلال نظام تشغيل ويندوز، نظام تشغيل ويندوز، ويندوز 10. لو كنت لسه جاي جديد اعمل قناة في بتاعتنا، لو كنت قديم تواصل معنا، ولو عندك اي سؤال اكتبه لنا. القناة اكتب على اليوتيوب انا المبرمج المحترف، اختار اخر سلسلة تعليمية. وعلى فكرة حملوا الفيديوهات دي على الكمبيوتر بتاعك واتفرج عليها فيديو وطبقوها، جيب ورقة وقلم واكتب فيها الاكواد عشان معلومة تلزق في دماغك وتبقى كده بيرفكت في هذا الامر. كان معكم، اهلا بكم من جديد. النهارده دلوقتي هنتعلم اول حاجه ازاي نحمل ونسطب البايثون، وبعدين هنعمل او طباعه او كود لينا. مبدئيا كده اول ما تخش في جوجل هتكتب باي ثون، بس مش هتكتب اكتر من كده يعني، بايثون داونلود مثلا او بايثون بس يعني. هتخش على الموقع الاساسي اللي هو python.org، يعني موضوع بسيط جدا، اللي تشوفه قدامك حمله يعني. دلوقتي حالا انا هحمل، اروح عند داونلود مثلا، كلمه داونلود واختار بايثون اللي هي 3.12.6 اللي الزر الاخير عندي على حسب تاريخ الفيجن. انتوا بتشوفوا احنا الدرس ده نعمله سنة 2025/9/2024، وانت بتخش في قائمة الليست يعني. بعد ما تشوف الفيديو ده في فيديو تاني بعديه وهكذا. الفيديو ده ستارت اب، يعتبر ستارت اب بس. وعلى فكرة في برنامج تاني غير ده يعني، هو بايثون عبارة عن برنامجين على فكرة، وبرنامجين يعني عشان تشتغل من خلال البايثون. وممكن تشتغل بايثون من خلال الاكس كود، وده برنامج فيه دروس فيه، سوري مش اكس كود، من خلال فيجوال كود وفيجوال كود. طيب هنحمل بايثون كده، هنسطبه، موضوع بسيط جدا. اختار انجلشن زي ما هي كده، نكست ثم نكست. اهم حاجه ما تنساش تدوس على اد بايثون تو انفايرمنت. انفايرمنت اللي هو ايه؟ الانفايرمنت الخاص بالكمبيوتر هو الباص بتاعها يعني. لو كانت موجوده يعني تاخد الباص بتاعها وتحطها في انفايرمنت، تكتب كده مثلا انفايرمنت في الويندوز بتاعك. لو انت نسيت يعني تعمل تشيك بوكس عليها، بتروح الانفايرمنت من هنا، بتروح عند الباص وبتحط بقى الباص الجديد بتاع اللي انت مسجله فيه هنا يعني موضوع بسيط. بس الاحسن ايه؟ يقول دفع ادا بايثون انفايرمنت، وبعدها كده صار انستول. بس الموضوع بسيط جدا. دي اول حاجه، ده يعتبر زي ايه؟ زي السيرفر كده يعني، ده دعم اللغه في نظام تشغيل ويندوز 10. طيب عايزين نخش نكتب كده بايثون شارم، ده بقى الاديتور بايثون شارم، ده الاديتور المفروض هنستخدمه. برضو هنسطبه ونحمله، وبعدين نسطبه ونكست نكست فينش. موضوع سهل جدا للغاية، هننتظر ده لغاية ما يحمل. انتوا شايفين كاتبين بايثون شارم. بعد كده ندوس على داونلود، اختار النسخة الخاصة بتاعت ويندوز بتاعتي مثلا، ندوس على داونلود. هو مدينة حتى تريال 30 days. خلينا نرجع بقى كده، هندوس على ده. لو انت عايز تعمل تشينج البلاتفورم بتاعك يعني، ده بيكون تفتح ده على الماك. انا هفتح، انا هدوس على طول XE64 لان الكمبيوتر بتاعي عبارة عن 64. ثانك يو في داونلودنج، العفو. بس كده موضوع كده بسيط، وانتظر بقى لمحمد ده يقعد عندي كده تقريبا نص ساعة. ده خلاص البرنامج الأول اتسطب، ندوس عليه كلوز. احنا ننتظر بقى البرنامج التاني ده لما يتسطب، اللي هو الشارم، اللي هو النظام اديتور.
وبعد ما يتسطب هنبدأ نشتغل فيه ونكتب فيه اول كود لينا. يعتبر التحميل البرشم اسمه باي شارم، باي شارم بروفيشنال. احنا بنحمل نسخة سنة 2024، النسخة بتشغل 64 بت، تدوس عليها كده نكست، وموضوع بسيط كده، نكست نكست فينش، وكان الله يحب المحسنين. موضوع يعني مش صعب يعني. على فكرة هنخش برضو في تطبيقات اللي هي تعرف على بصمة الوجه وعلى بصمة العين ومش عارف ايه، بس مش دلوقتي يعني، في حاجات ادفانس شوية. لان الكورس ده السلسلة دي جاست بتتعلم اللي هي الاساسيات اللي هي بيزك، يعني كانك بتتعلم الف ب ت فصول محو امية بس في البايثون. يعني كانت بتتعلم القراءة والكتابة في لغة البايثون، يعني زي تتعامل مع البايثون تكتب الكود، ويعني يحمل وبدأ يكون بالتنصيب. يعني موضوع تنصيبه مش معقد اوي زي الاوريكل. بتبدأ يعني فجأة دوست عليه مرتين فبتسطب مرتين تقريبا كده، فنلغي مرة ونسيب مرة يعني كده، دي المرة دي. وبعد كده ايه، ادوس على نيكست. ما يعني انتوا شايفين الموضوع مش صعب كده، نيكست. علم على الحاجات دي كلها، ان الحاجات دي هتحتاجها في المستقبل. نيكست نيكست انستول دي طبعا نقول لا عشان احنا حملناها مرتين. فانتوا شايفين الموضوع، الامر ليس صعب. مش عايزينها عشان متحملوش مرتين شرم، اللي هو باي شرم. وانا انتظر لما التحميل ما يخلص. يعني دلوقتي حاليا البرنامج التسطيبه قرب يخلص، هو وصلنا 97%. على فكرة انا كنت بوقف الفيديو وكنت بعمله ريستور تاني، عشان طبعا دي حاجة دي بتاخد وقت لحد ما. المطلوب التاني ايه عشان اعرف اعمل تطبيق او البرنامج؟ يعني تفتح برنامج، تعمل نيو بروجكت، تحدد الورك سبيس اللي هو اللوكيشن الخاص فيه فولدر وبس. يعني الموضوع مش صعب. ونعمل تيست زي تستخدم طباعه وتست على الفاريبل. وبعد كده الدروس القادمه بقى نعمل حاجات دروس مختلفه. بس المطلوب منك في لغه بايثون بتعرف سينتكس، تعرف طريقه كتابه الكود شكلها عامل ازاي، اللي هي مختلفه عن سي شارب وسي بلس بلس والفيجوال بيزك والحاجات الاتش تي ام ال والحاجات دي كلها مختلفه. بس الاختلاف ده مش هيعقدك، مش هيجيب لك عقده نفسيه. الاختلاف ده يعني حاجات بسيطه خلاص. يعني هيطلب منك ريبورت ناو، قول له هعمل ريبورت. ودلوقتي حالا بعد باي شرم اتسطب، هيتظهر لك ايكون على الديسكوب، هنفتحها. هنعمل دلوقتي حالا اول مشروع جديد. المفروض دلوقتي حالا نعمل ورك سبيس بتاعنا، اللي هو نعمل مجلد مثلا، نحط فيه الفولدر بتاع المشروع بتاعنا. يعني شغلنا هيكون على الكونسول عشان نتعلم الاساسيات، وهنعمل اول تدريب او اول كتابة برنامج بتاعنا دي، وهنطبع بس رسالة صغيرة. ظهر عندنا المشروع ده، هندوس هنا مثلا. لو عندك مشروع جاهز تفتحه دوس على اوبن، لو مش موجود دوس على بلس. البلس هنا بقى بحدد نوع البروجكت بتاعي مكانه فين. هنا ده الباص ده يكون فيه المشاريع بتاعتي كلها. هنا مثلا هسميه ليسن 1، وبعدين ادوس على كرييت. بس كده كفايه. ودلوقتي بعد المشروع بتاعنا ما اتفتح، عايزين ننشئ صفحه عشان نكتب في الكود بتاعنا. نعملها ازاي بقى؟ بنروح عند الفولدر الاساسي بتاعنا، على فكره ده الدايركتوري بتاعنا اسمها ليسن 1. هنروح بتاعنا ونروح نعمل كليك يمين، وبعدين نختار نيو، نختار بايثون فايل. هنخلي مثلا المشروع بتاعنا زي مثلا نسميه اي حاجه بقى، ما اسم محمد مش مشكله، اي حاجه مش هتفرق يعني. بس لازم يكون النيمز بتاعها يكون انجلش، هسميه مثلا ام. وادوس على ايه، اوكي. ومنساش ان اختار النوع اللي هو اسمه بايثون فايل، وادوس ام مثلا. ومفروض طبعا الفايل بيكون فايل، على ما تيجي تنشئ فايل لازم يكون اسم على مسمى، بس عشان احنا بنعمل تيست. الدروس القادمه بقى نبدا نشرح حاجات مختلفه. يعني مثلا عشان اطبع اول برنامج لازم اكتب برنت وافتح الكورس بتاعي، وهنا هتكتب اقول مثلا ويلكم تو ايجيبت اني ثينج. وبعدين هنا هدوس على هنا ايه، اوكي. بعد ما ادوس على اوكي هتظهر لنا في الكونسيبت بتاعنا اللي هو الاوتبوت بتاعنا ويلكم تو ايجيبت. طب لو انا مثلا عايز احطها في متغير مثلا،
بس هو مش، هو مش موضوع درس بتاع النهارده. النهارده بنتعلم ازاي نسطبه ونحمله ونعمل تيست بس، لكن دروس قادمه بقى هنتكلم بتفاصيل عن متغير. عشان اعمل عن متغير بتكتب اي اسم مثلا، هو ده كده بقى، ده كده بقى متغير خلاص. وبعد كده مثلا تقول ايكوال هالو، ها مثلا يعني. ومثلا هتحط في المسج بتاعنا هنا مثلا 1 2 3 4 اللي هي دي بس كده. شايف الموضوع بقى سهل كده ازاي؟ اهو هلو ظهر لنا اهو. طب انا ليه ما بكتبش هنا مثلا دايم اكس از انتجر او سترينج اكس او انتجر اكس مش عارف بيساوي؟ لا، هنا اللغه بايثون بتختصر معاك حاجات كتيره جدا يعني، وهي اصول اللغه سهله جدا، مش هتعقدك زي بقيه اللغات التانية يعني. انتظرونا في الفيديو القادم او الليسون نمبر 2 او الدرس القادم، الدرس التاني هنتكلم فيه بتفصيل عن المتغيرات. واشكركم، كان معكم محمد فايد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.